السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا لضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مرحبا بكم من خلال احداث هذه المواجهات التاريخية الكبيرة المنتظرة هنا في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة أمم أفريقيا. هذه المواجهة في العاصمة ياوندي، ومن خلال هذا الملعب، ملعب أحمد أهيجو، ستبقى عالقة في ذاكرة التاريخ لهذه البطولة وفي ذاكرة كل العرب من خلال أحداث منتظرة كبيرة في أرضية الميدان والأسماء الكبيرة هنا في هذا المنتخب وفي المنتخب الآخر. لقاء عربي 90 دقيقة، يحدث ما يمنى، وآدم ماسينا في الجهات اليسرى، مرسولية والنني، وفي المقدمة صلاح ومرموش ومصطفى محمد، جهات اليمنى يبحث المرور، يتوغل، يتقدم، الإشارة إلى وجود ركلة ركنية والمطالبة بوجود ركلة جزاء مبكرا جدا. أشرف على ركلة جزاء، ركلة جزاء، يحمل آمال 100 مليون مصري من أجل أن من خلال ركلة الجزاء سفيان، سفيان بوفال هو من بدأ البطولة بهدف في مرمى المنتخب الغاني، يسجل الآن من علامة الجزاء في مرمى الفراعنة ويتقدم لأسود الأطلس صاحب الملعب مع عمر كمال، يقدمون أسماء حاضرة في تحسين بونو، محمد يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، يوسف نصيري حارس المرمى يسمع نادي إشبيلية ليصبح واحد من أبرز حراس المرمى، بوفال على مشاري في المنطقة، عادت مرة أخرى، حلوة الكرة المغربية، بعد ذلك بمرور بشكل مثالي جدا برقوق، يبحث على مستوى التغطية، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، جزاء السنغالي في لقطة يطالبون من خلالها، أمامية ملعوبة من أحمد الآن، محاولة الوصول إلى من؟ إلى محمد صلاح، لكن تغطية بتوقيت مميز جدا مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركز الثالث، صعبة جدا على أبو جبل في زاوية صعبة وبطريقة الفوز بلقب هذه البطولة، بينما هنا لقطة هدف في طريق محمد صلاح ملعوبة في الجهة اليسرى، لكن أيضا طاق بقيادة ياسين بونو، كرة بمحاولة ملعوبة، محمد يلعبها داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، الهدف الثاني، محاولة لمصاعة المنتخب المصري، سقوط في أمام الأفيال، كرة بمحاولة تعود إلى تسديده ياسين بونو في المكان المناسب، ياسين بونو في المكان، كرة إلى محمد صلاح يبحث عن التقدم، لكن في التعديل، كرة بمحاولة، محاولة ملعوبة، لا 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 لا، مصطفى محمد يسدد بالقدم اليمنى إلى خارج، ربما يعتبر الأفضل خلال منافسات هذه البطولة مع الشوط اللي لعبه بشكل مميز جدا أمام منتخب كوت ديفوار، مصر تحاول تصل، تحمل مجموعة من الأرقام، أيضا وصول مصر إلى الدور نصف النهائي يعني بأن كيروش أوفى بوعده عندما تحدث وقال جئنا للكاميرون، أشرف هو الآخر موجود، عرضية داخل منطقة الجزاء، من يذهب لمواجهة أصحاب الدار، لا زالت مستمرة وقائمة، وبعد ذلك المحارب وبنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، كرة ل22 سنة للاعب شتوتغارت، كرة بمحاولة من كرة بأقدام فتوح، كرة بأقدام فتوح، وحارس المرمى ياسين بونو في التوقيت المناسب، دامي سفيان بوفال مستمرة لمصاعة المنتخب المغربي بأقدام أشرف حكيمي، محاولة تقدم لها سقوط، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة وخطأ، صافرة موجودة، يبحث عن التنفيذ، حكيمي يلعب الكرة خطيرة، مرت إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية بقيادة جباسكي، كرة بمحاولة من الجهات اليمنى، عمر كمال يسقط في أرضية الميدان داخل منطقة الجزاء، ولكن أيضا في التوقيت المناسب من جديد إلى محمد صلاح، لا زالت مستمرة، مرموش عرضية داخل منطقة الجزاء، وأجير أجير محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية مرت هنا، قنوات بي إن سبورتس متبقية قبل نهاية أحداث الشوط المباراة الأول، والأمور لا زالت مستمرة منذ الدقيقة الثانية، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، وضع متميز حقيقة سفيان اللي يلعب مباراة دولية رقم
طباع لأن المنتخب المصري قادر على العودة خلال أحمد صلاح. عرضية داخل منطقة الجزاء تأتي مستمرة بين أقدامه. مرموش يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. ينطلق أحمد يبحث عن مساندة وبعيدة الكرة من أمام حجازي. سقط حجازي في أرضية الميدان. إلى يوسف من خلال مجريات هذه المواجهة. لذلك طارية حجازي انطلاقة من الجهة اليسرى. محاولة ولعدة أندية إسبانية قبل الاستقرار مع نادي أشبيلية. محاولة مستمرة والكرة فيها توغل إلى داخل منطقة الجزاء. وبعد ذلك صافرة ماجيتي أعلنت نهاية أحداث شوط المباراة الأول بيأتي المباراة الثاني. ومن خلال أحداث مواجهات الكعب لا زالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة جدا. السايس هو من تدخل أبعد الكرة والخطر محتالي جدا من عمر. عرضية داخل منطقة الجزاء تأتي أقدام صلاح يدخل إلى منطقة الجزاء. كرة ملعوبة. لا 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 لا. تريزيجيه بالقدم اليمنى تحولت لمصاعة المنتخب المغربي أمامية ملعوبة. لكن يلعب المحاولة من ركنية الآن وبعيدة لا زال تقترب من المرمى. عرضية ملعوبة خطيرة. أجيرد في الركلة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. لا 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 لا. عودة الفراعنة ومن الباب الكبير يطرقون أبواب بونو ويفتحون الباب ويسجلون التعديل بأقدام صلاح. يضبط الثامنة بتوقيت عاصمة الدنيا من أجل الثامنة. يصل إلى المرمى. يسال المتعة والإثارة والحضور والتملاح داخل منطقة الجزاء. ملعوبة الكرة لا زالت في مدرجات ملعب المباراة تعود في الجانب المقابل. محاولة لمنتخب المغرب لكن جاباسكو الذي سجل 68 هدف بقميص منتخب مصر قابل المغرب تبحث عن لقب جديد. عرضية داخل في هذه البطولة لسيد البطولة الأول. المجانب المقابل أيضا هنالك كيروش والاثنين أمام مهمة. قال 24 في القاهرة ومن ثم بعد ذلك سيسافر داخل منطقة الجزاء. محاولة للمغرب الآن. بوفال يسقط منتخب صلاح. انطلق صلاح وهذا عبره. وبعيد إلى محمد صلاح يلعبها في الجهة اليمنى وبعيدت من أمامه. منير الحداتي عرضية لم يكتب لها النجاح. تحولت في الجانب المقابل. عادت مرة أخرى بأقدام في المرمى. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء والكرة الرأسية عن طريق آدم مسينا. نعم أو هذا عفوا نايف أجيرت. أجيرت هو من كرة بمحاولة الآن للمنتخب المغربي. يوسف نصيري في الجهة اليمنى البحث عن التقدم والمرور. لكن بجي أيضا سولية. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء خطيرة جدا لكن طالت على يوسف نصيري. أو دوري أبطال أفريقيا والسوبر كان في وصول أكثر باتجاه المرمى وحارس المرمى ياسين بونو. كرة فيها تدخل صافرة موجودة وخطأ يأتي على يبدو مصطفى محمد. خطأ على مصطفى محمد. ودائما كما ذكرت مباريات مثل هذه يبدو بأن غير قادر. نعم يبدو بأن غير قادر على تك مش حخرج. هذا اللقاء ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية. هي ليلة يظهر فيها الأبطال محمد صلاح. هذا اللقاء ومنتخب يتأهل. صلاح عرضية. هي ليلة يظهر فيها الأبطال محمد صلاح.